في قاعة في أنطلياس أحيا الحزب الشيوعي اللبناني الذكرى 88 لتأسيسه، وجوه عتيقة وأخرى جديدة، طاعنون في السن وأطفال شاركوا قيادة الحزب هذه المناسبة التي تحدث خلالها الأمين العام في الحزب الشيوعي خالد حدادي، الذي شدد على مجموعة من ثوابت الشيوعيين. هي المقاومة، هي النموذج الذي نطرحه لبناء ثقافة المقاومة واستمرارها، وهي النموذج الذي سنبقى متمسكين به. وبحضور ممثلين عن أحزاب الكتائب والقومي السوري والتقدمي الاشتراكي وسفراء فنزويلا والصين الشعبية وروسيا، انتقد حديد النظام الطائفي الذي يولد الحروب الأهلية، مؤكدا أن لا سلما أهليا بدون تغيير هذا النظام، كما توقف حديد عند الأزمة السورية. نعم، سوريا بموقعها القومي والوطني تتعرض لمؤامرة تبعدها عن هذا الموقع، ولكن في المقابل في سوريا أزمة داخلية، أزمة نظام وأزمة حكم. وفي الذكرى 88 كرم الحزب قدام الشيوعيين في جبل لبنان، مع العلم أن حديدي أعلن أن الحزب الشيوعي هو حزب للمستقبل.